بوحدة من أقوى وأبرز حفلات صيف 2019 كان حفل بيجمع النجم نصيف زيتون والنجم حازم شريف برعاية إعلامية من نينار اف ام يلي كان إلى لقاء خاص معهم. لازم أكيد بارك لك أكيد بنجاح الأغنيات اللي نزلت لهلأ من ألبومك على يوتيوب والأرقام اللي عم تكسر الدنيا وعم تسبق كتير من نجوم الوطن العربي. الحمد لله ملهم مين نسبه، المهم أنه أنا يمشوا الأغاني والعالم تحبها، هذا أكبر هم. الألبوم لسه ما نزل، يعني نزلت كم غنية بعد الريليس ما انتهى، بإذن الله بهالكم يوم نازل بعد غنية اسمها أنا معك، إن شاء الله هيك بتحبوها على خير. نصيف بعرف أنه في أغنية من الألبوم هي رح تكون الأقرب على قلبك واللي هي الكتير أنت حاطط توقعات عليها، إمتى رح تنزل؟ رح طول ولا هي نفسها الريليس القريب؟ هيدي بعدها، ليك كلنا قراب وكلنا غنية وبحبهم، بس في قلت أنا صرحت عن أغنية أكتر غنية بتشبهني بالموسيقى، يعني موسيقتها المود تبع الجو العام تبع الموسيقى والكلام والموضوع كله هيك راكب على راسي، يعني تقريبا أكتر شيء مبسوط فيها من الأغاني مبسوط فيها، ناطر لتنزل بس مش وقتها هلا، تقريبا خلينا نقول مش وقتها صراحة. ونصيف كمان يعني بصيرة انه عم تسبق كتير من نجوم الشباب ونجوم الوطن العربي، خلينا نقوم بالارقام، كمان ببياف وقفت سنة لاول مرة على بياف واخذت الجائزة، شو كان شعورك وقت اللي اخذت جائزة بياف؟ دايما الشعور اي فنان بتخيل بس عم يستلم جائزة هي التحفيز انه يشتغل احسن واكتر، ودليل الجائزة دليل انه انت عم تشتغل بطريقة جيدة، بس هذا بيحمل مسؤولية انه ليك بتصير موضوع الجوائز والنجاحات، أنا بالنسبة لي الموضوع فيه شيء من الإدمان، بتصير أنت دائما بتصير تحارب حالك وتحارب الوقت والزمن وطاقتك بتحاربها لأنه نرجع نوقف مرة تانية ناخد جائزة مثلها وأحسن، نحقق نجاح مثله وأحسن. أنا بالنسبة لي هيك بفكر، يعني هلا السنة الجاية إذا ما طلعت عبياف أو عشية هي بدي أزعل. ما هو المفروض تطلع أكيد. نصيف حضرت لك إليسا آخر حفلة بأعياد بيروت وفيديو واحد كسر الدنيا، فكيف إذا عملت ديو سوا فيه هيك شيء؟ والله بتمنى، لا بصراحة ما في، يعني ديك أدب وزوقة اللي عملته بالحفلة، ويعني هي فنانة كبيرة والله صراحة، أنا هذا الشيء واحد يحكي ضميره، يعني إجت حضرت من أول حفلة لآخرتها، حلو الفنان الكبير، ما فينا ننكر انه لسه فنانة كتير كبيرة، حلو الفنان الكبير انه يجي يشجع موهبة يعني توصيفها فعليا قدام نجوميتها هي سابقتني بسنين فنية ونجمة كتير كبيرة، فحلو الفنان الكبير هيك يحتضن خلينا نقول او يشجع او يعني يدعم موهبة اصغر منه، انا هيدا بشوفه كبر ما بشوفه صغار، إن شاء الله هيك ينعدوا منا كل الفنانين ويجوا يحضروني. بدي منك كلمة أخيرة على نينار ولهالبلدك بسوريا. بشكركم على وقتكم، ثانك يو كثير لأنه جيتوا، وانا بيشرفني دائما اطلع معكم، ان شاء الله شي مره هيك بنجي بنزوركم بالاذاعه، كل مره ما زبطت ولا مره جيت لعندكم على الاذاعه، انا حاب اجي، انتوا اذاعه بتدعموا المواهب السوريه والعربيه والفن السوري، صوره حلوه عن سوريا، ان شاء الله يا رب هيك الله يكبركم ويعلي مراتبكم اكثر واكثر، بشكركم على التغطيه اللي كلها محبه.